القمص ماتياس نصر منقريوس، كاهن كنيسة ماري مرقس بعزبة النخل ورائد الكتيبة الطيبية. احنا موجودين النهاردة في ميدان الشهداء التحرير سابقا علشان نؤكد انه احنا بنحتفل بأرواح الشهداء، لان دول شهداء مصريين وللأسف ماتوا بإيد مصريين. فاحنا جايين النهاردة نقول لمصر احنا كلنا فداكي، واحنا دمهم مش هيروح هدر، والدم ده هيطهر مصر. واذا كانوا هم حبوا يكتبوا يعني تاريخ جديد لمصر بدمهم، فاحنا النهاردة كتبنا اول سطر في هذا التاريخ. بنسلم على كل المصريين في كل العالم، بنقول لهم مصر بخير، ومدام في دم بيسفك مصر هتتغير، والفساد هيتبدد، والفاسدين هيهرعون، وان شاء الله تبقى في مصر جديدة تليق بالمصريين.